تسببت كمية الأمطار المعتبرة التي تساقطت بولاية قسنطينة في انهيار جزئي لمنزل بحي الرحمن عاشور دون تسجيل لخسائر بشرية، غير أنه تم تسجيل بعض الخسائر المادية. من بدأت تقوى النوع للوحدة بدينا نسمعوا بشوية حاجة طيح طحيت، ومن بعد تبقات كل ساعه طيح بشويه تراب بشويه تراب يطيح، عاد ثلاثه طاحت الدار ورزمو كنا غايبين. طاحت الصباح عيطوا عيطوا وشرينا. الله لا يشوفك الله لا يشوفك، احنا كي عيطوا قلنا ما كانش خسائر، قال لك ما كان والو يعني الضحايا. الحمد لله رب العالمين، الكوزينه بكل طاحت بيها باللي فيها. فور الحادثة تنقلت الفرق التقنية التابعة لبلدية قسنطينة لمعاينة حجم الأضرار. سجلنا بوجود 5 عائلات الآن هي بدون مأوى. احنا في الاتصال مع مصالح الدائرة لإيجاد حل هذه العائلات إن شاء الله. راح نزيد نبعثوا فرقة تقنية مختصة لتقييم يعني الأخطار اللي ما زالت، لأن ما زال نشوفوا الانهيارات. راح إن شاء الله غدا صباحا نكمل العمل تاعنا. فيما تم إخلاء البيت من ساكنيه حرصا على سلامة الأشخاص في انتظار التكفل السريع بهم.